السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم إن شاء الله قررت أنني نقدم لكم وصفة مغربية أصيلة محبوبة عند الجميع، وهي المحنشة باللوز. كنظن أن الجميع كيعرفها وغنية عن تعريف. إذن بدون الإطالة إلى المقادير. أهلا وسهلا بجميع مشاهدي قناة دار البنا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وتركوا لنا تعليقات، فأراءكم تهمونا. إلى أول مرة كتدخل القناة ضغط على زر الاشتراك وعلى زر الجرس باش يوصلك كل جديد. بسم الله على بركة الله نبدأ بالمقادير. عندنا 500 غرام ديال اللوز مسلوق ومنقي ومطحون مع 100 غرام سكر سنيدة سكر خشن. عندنا كيلو غرام ديال اللوز مسلوق ومنقي ومقلي مع 200 غرام ديال السنيدة سكر خشن. عندنا 1 ملعقة زبدة، شوية ديال المسكة الحرة، ملعقة صغيرة ديال القرفة، ماء الزهر، حليب مركز محلى كراميل، الدقيق مع شوية الماء باش كنسدو الورقة، واحد الكاس مخلط ما بين زيت والزبدة، وعندنا كيلو ونص ديال الورقة. بسم الله على بركة الله نبداو. ناخدو اللوز من بعد ما سلقتو ونقيتو وقليتو مزيان مع 200 غرام ديال السنيدة، وناخدو نص كيلو ديال اللوز الآخر اللي غي سلقت وطحنتو مزيان مع 100 غرام ديال السنيدة. ناخذ شويه ديال المسكه الحره، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، واحد المعلقه ديال الزبده. نحاولوا نحركوا نخلطوهم مزيان تنسجموا العناصر مع بعضياتهم كاملين. انا اللوز طحنته مزيان، اللي ما كيبغيش مطحون يخليه مهرمش. ومن بعد نضيف عليها واحد جوج معالق كبار ديال الماء الزهر، وانا كنحرك الا خصني الماء الزهر غنزيدو عاوتاني. نزيد الحليب المركز، انا كنزيد وكنحرك وكنشوف عيني ميزاني واش غنبدا نزيد. كنحسو باللوز ديالنا كيتجمع. دابا هنا ما متجمعش ليا مزيان، غنزيد واحد المعلقه اخرى كبيره ديال الحليب المركز. اللي بغى يدير هذا الحليب مركز يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، وها كيعطي واحد المذاق زوين. من بعد زدت واحد جوج معالق اخرين كبار ديال الماء الزهر. انا كنعجن وعيني ميزاني حتى كتجمع ليا ديك العقده ديال اللوز. من بعد ما جمعتي العقده ديال اللوز كنبدا ندير ليها حراب طوال. صافي غنديروا الطريقه نكملوا الكميه كلها ديال العقدة ديال اللوز.
من بعد ما كملت العقدة ديال اللوز كاملة. كنجيب الورقة وكنقطع على داك الجناب كاملين بهذا الشكل. عندنا كيلونس ديال اللوز كتهز لينا كيلونس ديال الورقة، عندنا كيلو ديال الورقة كتهز لينا نفس الكمية ديال اللوز هو نفس الكمية ديال الورقة. ومن الأحسن تكون الورقة زوينة، تكون ديال نفس النهار. وهنا خدمت بالورقة العادية، ما خدمتش بالديال البخار. من بعد كنشد الورقة وكندهنوها مزيان بالخليط ديال الزيت والزبدة، كنستمر بهذه الطريقة. باش تجيكم المحنشه مقرمشه حاولوا ديروا لها الزبده والزيت مزيان. من بعد كناخذ داك الدقيق اللي خلط مع الماء وكنسد جميع الجوانب من الفوق وما بين الورقه والورقه باش ما تحلش لينا. اللي بغى يدير الصفر ديال البيض يديرو. صافي كنشدو دوك الحرابل ديال العقدة ديال اللوز وكنبدا نحطهم وما يكونوش غلاط. يكون في نفس القياس باش ما تجينا الجهه غليظه وجهه رقيقه. صافي كنحاولوا نخدموا بهذه الطريقه ونحاولوا نزيروها في الاول مزيان. وكنستمر بهذه الطريقة. صافي وكنلوها بهذه الطريقة. وكنحطو على الجنب ونعاودو عاوتاني نفس الطريقة. صافي ومن بعد نديروها في اللاطه اللي غندخلو للفران وكنحاولوا ندخلو وحده في وحده ونغطيوها باش ما تبانش لينا بانها ملاقيه. صافي وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا.
ها النتيجة النهائية. من بعد ما كملتها كاملة وساليتها كندهنها بالزبدة ونكون مسخنا الفران من قبل وندخلوها على درجة الحرارة ناقصة بزاف، تقدر تدينينا ما بين ساعة ونص حتى ساعتين كما قلنا على درجة الحرارة ناقصة مزيان. من بعد ما كطيب كتلق لينا ديك الزيت ديالها، كنحاولوا نصفيو هذيك الزيت وكنقدموا وكنخويو عليها العسل يكون بارد. من بعد ما خويت عليها العسل كناخذ البريوات اللي صيبتهم من قبل، واحد شويه ديال نفس العجينه ديال نفس العقده ديال اللوز اللي خدمت بها المحنشه هي باش خدمت هاد البريوات الصغار، وخليتهم للتزيين وزوقتها باللوز اللي عندي مقلي. هذه النتيجه النهائيه ديالها، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه. اهلا وسهلا بجميع مشاهدي قناه دار البنا، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتركوا لنا تعليقات، فاراءكم تهمنا. الى اول مره كتدخل القناه ضغط على زر الاشتراك وعلى زر الجرس باش يوصلك كل جديد.